مستمرين اعزائي المشاهدين في التغطيه الخاصه والخاصه جدا لمباراه نصف النهائي ما بين النادي الاهلي ونادي السواحل الليبي. معانا النهارده لاعب من اللاعبين المتالقين النهارده، كابتن عبد اللطيف عثمان. كابتن عبد اللطيف، برحب بيك مجددا على شاشه قناه النادي الاهلي. اداء ولا احلى ولا اروع النهارده، روح عزيمه اصرار لعبت النادي الاهلي النهارده، شرفت النادي الاهلي. الحمد لله، الله يبارك فيك، والحمد لله اللعيبه النهارده كلها كانت رجاله، كل اللعيبه اللي بدات واللي لعبت واللي نزلت، وكل اللعيبه على يعني قلب رجل واحد، وكل الناس مع المكسب اهم حاجه. بشكر كمان الجماهير النهارده اللي هي وقفت ورا الفريق، واتمنى ان شاء الله الماتش الجاي ان احنا نشوفهم بشكل اكبر ان شاء الله، ويساعدوا الفرقه في النهائي ان شاء الله. ابرز توجيهات الكابتن محمد مصالح لكم النهارده بعد الشوط الثاني، قدرتوا تلموا نفسكم النهارده، قدرتوا زرع الروح والعزيمه والاصرار، اكيد في كواليس لازم تحكي لنا النهارده كابتن عبد اللطيف. هو طبعا الروح كانت عامل مهم جدا، بس كان العامل الاهم ان احنا نقلل اخطائنا، ما نديش فرصه للفرقه الثانيه ان هي تخش جوه الجيم، والحمد لله ده نجحنا فيه. يمكن احنا في الشوط الثاني، في نص الشوط الثاني، عندنا اخطاء كانت في الارسال واخطاء في خلصت الكونتر اتاك، بس الحمد لله الفرقه عندها الخبرات اللي تقدر ترجع بيها في الماتش، وقدرنا الحمد لله قدام فريق محترم، فريق السواحلي. مواجهه النهائي شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ والله احنا هنقعد غالبا نتفرج دلوقتي على الماتش، اللي هو اتوقع ان هي هتبقى فرقه سموحه. فرقه سموحه حاجه في بطوله الدوري، احنا كسبنا اول ماتشين 3-0، بس ده حاجه، والبطوله افريقيا حاجه ثانيه خالص، وكل ماتش يعني ليه تجهيزات معينه ان شاء الله. شكرا كابتن عبد اللطيف، وان شاء الله النجمه الافريقيه تكون من نصيبنا باذن الله في النهائي. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا هنعمل اقصى ما عندنا ان شاء الله، ونكون البطوله معانا ان شاء الله. اشكرك. ما زلنا اعزائي المشاهدين بنقول ان النهارده الروح والعزيمه والاصرار هي العنوان الكبير النهارده لمباراه النادي الاهلي، مباراه كبيره، مباراه عظيمه اكيد. معانا النهارده كابتن الفريق الكابيتانو كابتن عبد الله. كابتن عبد الله، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. اداء ولا احلى ولا اروع، توجيهات دايما منك لزمايلك النهارده، زرع الروح والعزيمه والاصرار، النادي الاهلي في النهائي، مبروك كابتن عبد الله. الله يبارك فيك، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي، ببارك لجميع النادي الاهلي، جهاز فني المحترم، اللعبه الرجاله. طبعا مباراه سيمي فاينل مهمه جدا، فريق محترم بيلعبه. ابتدينا الشوط الاولاني ولا احلى ولا اروع، بدايه كانت جميله جدا. حصل الشوط الثاني بعض الاخفاقات في الارسال، في الكره الاولانيه، في الاستقبال، ما حصلش نصيب، راح بخبرتنا وبالشباب الموجودين ادينا تدرج الموضوع الجيم الثالث الحمد لله رب العالمين، والرابع طلعنا من الماتش لبر الامان، واهم حاجه خطوه نطلع الفاينل، وربنا يكرمنا ان شاء الله رب العالمين، واحتفظ بالبطوله الافريقيه المره الثالثه على التوالي باذن الله. جماهير النادي الاهلي النهارده من الشوط الاول للشوط الرابع هتاف زئير تشجيع مؤازره مسانده، ولا احلى ولا اروع، لا تتوقف زئير جماهير النادي الاهلي النهارده كابتن عبد الله. طبعا الجماهير دي وانا صغير متعود عليها، لازم تكون موجوده في المحفل اللي جوه النادي الاهلي دوت. طبعا انا بشكرهم جدا، هو طبعا جمهور النادي الاهلي رقم واحد، طبعا انا مستنيهم ان شاء الله رب العالمين يوم الاربعاء ان شاء الله، بشكرهم جدا، بقول لهم مستنيكم الاربعاء ان شاء الله رب العالمين، تيجوا ان شاء الله تحتفلوا معانا ان شاء الله رب العالمين بطوله افريقيه باذن الله. مواجهه النهائي اكيد هتكون مواجهه قويه، تتوقع مين في النهائي؟ وشايف النادي الاهلي طبعا طبعا عودنا على الفوز ولا شيء غير الفوز، شايف مواجهه النهائي ازاي؟ طبعا فرقتين محترمين، اهلي طرابلس ونادي السموحه طبعا المصري، فرقتين محترمين فيهم لعيبه خبرات ولعيبه شباب على اعلى مستوى. طبعا تمنياتي اللي ربنا يكرمه ان شاء الله ويصعد معانا النهائي. طبعا زي ما حضرتك قلت، النادي الاهلي متعود اللي في الفاينل ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب البطوله، اللي هيجي بيهم طبعا لازم نلعب معاه بفول باور، وان شاء الله الفرقه والجهاز الفني على اتم استعداد ان شاء الله للنهائي باذن الله رب العالمين. شكرا كابتن عبد الله، شكرا جزيلا، وبالتوفيق ان شاء الله في النهائي باذن الله. شكرا ليك، الف شكر، مبروك علينا كلنا، شكرا. مشاهدينا مستمرين معاكم، النادي الاهلي يغازل الاميره الافريقيه بكل قوه، ومعانا دلوقتي لعيب من اللعيبه المتالقين المجتهدين اللي عندهم روح قتاليه الحقيقه عاليه، كابتن محمد معوض. كابتن محمد، برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، بتقابلني دايما بابتسامه، بتفائل بيك اكيد، ابتسامه رائعه بعد الفوز الرائع النهارده، الفوز الذي يحمل عنوان العزيمه والاصرار لعيبه النادي الاهلي النهارده. ربنا يخليك، تسلم على كلامك الجميل. النهارده ماتش سيمي فاينل، ماتش صعب جدا، كان ماتش صعب طبعا. السواحلي فرقه محترمه بقالها كتير على طول بتلعب سيمي فاينالات، فرقه يعني عندها خبره كبيره. الحمد لله لعبنا ماتش كويس، خسرنا الشوط الثاني، بس الحمد لله الشوط الثاني كنا فارقين في السكور، ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. شايف مواجهه النهائي ازاي الاميره الافريقيه؟ اكيد مباراه قويه جدا ان شاء الله، تتوقع مين هيوصل نهائي مع النادي الاهلي، وشايف المواجهه ازاي؟ الماتش في الملعب في الاهلي طرابلس، فرقه محترمه جدا، معاه محترف جامد جدا، يعني هو سنه كبير شويه بس هو كان لعيب مميز جدا. فرقة سموحة فرقة محترمة جدا، تهيألي الماتش في الملعب او ماتش زي كده زي الماتش اللي احنا لعبناه ممكن يخلص 3-2 لاي حد. اتمنى طبعا فرقة سموحة تكسب، يبقى النهائي مصري عشان البطولة ما تخرجش من عندنا، وباذن الله نكسبهم في الفاينل. بعد الشوط الثاني النهارده، ايه ابرز توجيهات الكابتن محمد مصالح لكم؟ قدرتوا تلموا نفسكم بسرعه النهارده كابتن محمد؟ الشوط الثاني ممكن سيرفينا قل شويه، ما عرفناش نجيب نقط كتير، فلعبنا في الجيم ايكوال، هم فرقوا،
ابتدينا بحماس كبير قوي الشوط الاولاني، يمكن برده الشوط الثاني هدينا شويه، فقلنا لا لازم تركزوا ثاني وترجعوا ثاني تلعبوا بثقه جامده وبروح عاليه، والحمد لله قدرنا ننفذ تعليمات ونكسب الماتش. شكرا كابتن محمد، شكرا جزيلا. شكرا، ربنا يخليك. شكرا مشاهدينا، بكده نكون وصلنا لنهايه تغطيتنا الخاصه والخاصه جدا لمباراه النادي الاهلي والنادي السواحلي الليبي في دور نصف النهائي. بالتوفيق، كل التوفيق ان شاء الله في المباراه النهائيه باذن الله، وتكون الاميره الافريقيه في المكان التي اعتادت عليه داخل اروقه جدران النادي الاهلي. عوده مره اخرى للاستوديو، لك الكلمه كابتن خالد العوضي. شكرا زميلي ادهم ندى، وشكرا على كل الحوارات من ارض الملعب، كل اللعيبه وكابتن ميدو بصراحه نفسه بيقول